احنا شوي من رام الله احنا بس مش مشكله بسيطه بسيطه طول كرم قريبة على القلب يعني حب الله يسعدك المسافة ما بتبعدني عنها الله يسعدك دكتور نذهب مباشرة إلى الموضوع والحديث لمحة عن أنواع العمليات التجميلية اللي بتم إجراءها للمرضى يعني هناك يعني عدد لا محدود من العمليات التجميلية اللي ممكن أن تجري في منطقة الوجه والفكين من الصعب الحديث عنها جميعا في برنامج زي هيك بدنا نركز على العمليات التقويمية للفكين نعم. اللي هي عدم انتظام علاقة الفك العلوي بالفك السفلي إما أنه يكون الفك العلوي متقدم عن السفلي بمسافة كبيرة أو العكس نعم نعم بيكون في بروز بالأسنان السفلية أو العلوية الإطباق بيكون فيه مشكلة عملية المضغ فيها مشكلة في الحالات البسيطة دكتور التقويم يستطيع أن يحل هاي المشكلة عن طريق أجهزة التقويم الثابتة أو المتحركة لكن لما تكون المشكلة ديسكريبانسي أو الفرق كتير كبير لا يستطيع دكتور التقويم حل هاي المشكلة فلا بد من اللجوء للعمل الجراحي اللي هو قص عظم الفك ووضعه بالوضع اللي هو لازم يكون فيه يعني بجزء من 30 سنة كانت هي تعتبر عملية نادرة وعملية صعبة لكن الآن أصبحت عمليات روتينية شوي هي صعبة على المريض وعلى الدكتور لكن ما فيها مخاطرة ما فيها خطر على حياته للمريض ونتائجها مضمونة بنسبة أكثر من 90% حتى ومعظم المرضى اللي خضعوا العمليات زي هيك كانوا جدا مرتاحين للنتائج عمل الفك عندهم تحسن نفسيتهم تحسنت مقدرتهم على التلاقي الاجتماعي صحيح. تحسن فرصهم بالحصول على الوظيفة أيضا تحسنت هذه طبعا الحالات بدها متابعة منذ الصغر مع دكتور التقويم أو دكتور الأطفال بحيث يحطوا أجهزة تساعد على التحكم في نمو الفك بعديها بحاجة لأجهزة تقويم ثابتة وتأتي العملية بين سن 16 سنة ونص للبنات و 17 سنة ونص للأولاد لأن النمو يكتمل عند البنت قبل الشاب حوالي سنة فتتم هاي العملية طبعا بدها مستشفى وغرفة عمليات كبيرة تستغرق من 3 إلى 5 ساعات حسب الحالة وخلال يومين ثلاثة المرض بروح على البيت طب جميل جدا دكتور يعني لو تحدثنا بالعملية هذه بصراحة المريض نفسه بيكون عنده تصور لماهية العملية شو الإجراءات الطبية والعلاجية اللي راح يخضع لها بحيث انه يكون قادر على التصور ما يعني اذا اوكي بنحكي له انه 1-2-3 راح يصير اوه والله حلو النتائج فبشكل دافعي وراحة نفسي بتكون أفضل ما قبل إجراء العملية هو أكيد إحنا بنخبر المريض شو الإجراء الطبي اللي يخضع له شو طبيعة العملية قديش الحركة حتكون بالفكين وبناخد له صورة صورة أشعة وصورة فوتوغرافية بنطبقهم على بعض وخلال برنامج كمبيوتر بنفرج المريض كيف رح يكون شكله بعد العملية مدى التغير اللي راح يحصل نعم وبناخد موافقته وحتى المريض أحيانا يعني أثناء إحنا ما بنقرر العملية قديش كمية الحركة بيكون هو موجود معنا بنحكي له إذا حركنا هاي 5 ملي حيكون هيك بس ممكن نعمل شيء تاني يطلع معك هيك أنت مين بتفضل أو أنت مين بتفضلي فالإنبوت تبع المريض أو اللي يعني رأي المريض في العملية يؤخذ بعين الاعتبار ممكن نعطيه أكثر من أوبشن للمريض يعني ممكن أقول له بعمل لك عملية كبيرة هيك أو نستعيد أنها بعملية صغيرة مدتها ساعة زمان بتكون نتيجة هيك بس بدك تقبل إنه أو تقبل إنه ما يكونش الوضع في المنطقة هذه هيك في كتير مرضى بيقبلوا الشغلة الثانية إنه مش بس عدم انتظام الفكين يعني في مرضى بيجوا في انحراف بالفك في جهة أكبر من جهة إما هاي بتكون صارت أثناء النمو أو على مرحلة متقدمة من العمر في جهة من الفك تتوقف عن النمو وجهة بضلها مكملة فبتصير الفك يفتل وجهة بتنفخ أكثر من جهة كمان هاي برضو إلها حل طبعا إحنا في دراسات بنعملها قبل هيك زي ما قلنا صور أشعة بنعمل صور فوتوغرافية بندخلها على سوفتوير على الكمبيوتر وبنشوف وين المشكلة وبنشوف كيف حلها وبنعطي المريض بريدكشن وهذا البريدكشن إحنا ملزمين فيه نطلعه لأنه حتى إحنا بناخد موديل جبصين للفكين ولمنطقة الوجه وعلى المختبر بنطبقه وبناء على شغل المختبر بنعمل إشي اسمه بنسميه ستنت يعني سايز نوع من الجايد إلنا بالعملية قديش الحركة حيت نضمن إنه حكينا للمريض نطبقه بحذافيره بالملي
صحيح. يعني من اللي مش مقبول يكون فيها غلطة هذه. طب دكتور يعني خلينا شوي نروح لشغل الستات شوي، يعني بنسمع بالفيلر والبوتوكس وهاي العمليات. يعني هلا احيانا يعني في منهم بيكونوا كتير متحمسين ومتشجعين، بس البعض ممكن يكون عنده تخوف من هاي العمليات. يعني تحكي لنا شوي عن طبيعة هاي العمليات، وهل فعلا في هناك تخوف منها او هي اشي كتير طبيعي؟ يعني البوتوكس والفيلرز هي عبارة عن مواد طبيعية موجودة بالطبيعة غير مصنعة. وهلأ كمان احنا عم بدخل اشي اسمه البلازما اللي بنعمل الفيلر من دم المريض نفسه، يعني ما في شيء بيجي خارجي ابدا، كله من المريض نفسه. بناخد المريض من دم عينة منه وبجهاز خاص بنعمل له معالجة معينة وبتحول لفيلر وبنحقنه في المريض. فالمريض بياخد هو الفيلر من نفسه، ما فيها شيء خارجي، ما في شيء خارجي. هلأ في احيانا خلط بين البوتوكس والفيلر. البوتوكس هو عبارة عن ما بينفخ والاستخدامات طبية أكثر بكثير من التجميلية. حتى أنا بستخدم استخدامات طبية كمان في علاج الصداع المزمن، الشقيقة، الكز على الأسنان الشديد اللي بيعمل آلام بالمفصل. هلأ البوتوكس هو عبارة عن مادة سمية سم بضعف عمل العضلي اللي بيعمل التجاعيد اللي في منطقة الصدغ هنا أو منطقة الفرونتال أريا أو حول العين. هو العضلات لما تشد بتكرمش الجلد، بتضعج الجلد. فلما نعطي كمية بسيطة من هذه المادة تتوقف العضلة عن العمل، فبطل الجلد يصير فيك التجاعيدات. الفيلر هو عبارة عن مادة طبيعية جدا موجودة بكل جسم إنسان، عبارة عن حويصلة بتجمع مي، فبتحقن بتمتص مي بجسم الإنسان بتكبر فبتنفخ. وأحياناً دكتور الخيار في مثل هاي المواقف مش إنه فقط يعني بمعنى إنه نضل على الموضة مثل ما بنحكي، لا، أحياناً بيكون مرتبط بتجميل نتيجة حوادث معينة، تشوهات خلقية. قديش النسبة في هذه المواضيع إذا بتقيمها بناء على مجالك وخبرتك دكتور؟ يعني المرضى مثلاً تعرضوا لحوادث السير أدت إلى تشوهات تحت مكان الجرح أو تشوه، ممكن نحقن شوية فيلر نرفعها. هو السكار اللي بتشوفه مكان الجرح المنطقة غايرة، فالضوء ما بنعكس عنها زي باقي الجسم فبتبين خط أسود. صحيح. إذا رفعتها على الخيطة معرضة للإضاءة أكتر كتير بخف تأثير الجرح هذا. طبعا في مواد تانية لما تصير الحادث أو لما تتعالج ممكن نعطي بعض الدهون بعض الكريمات اللي بتخفف حدة السكارينج، حدة الجرح أو الندبة، الندبة الجراحية. نعم. أكيد في شغلات زي هيك. نعم. طب دكتور صراحة يعني أكيد أنواع مختلفة من العمليات، وكل عملية ممكن إلها جهد معين أو إلها يعني خاصيتها المعينة. شو ممكن يكون أصعب نوع من أنواع العمليات الجراحية؟ في عمليات كتير صعبة بجوز هي مش موضوعنا الآن، عمليات الأورام الخبيثة منطقة الفكين هي الأصعب بلا أدنى شك والأخطر. والأصعب منها ليس استئصال الورم، إعادة الترميم. يعني إعادة ترميم المنطقة، بتعرف هذا الوجه يعني بالمنطقة البطن لو الواحد قص 20 سم من المسران بخيطه ما حدا شايف حدا. صحيح. بس إذا واحد اضطرت تقصه نص الفك تبعه ما حيقدر يحكي، ما حيقدر يأكل، منظره حيكون يعني مش مقبول اجتماعيا وحيأثر على نفسية المريض بشكل سلبي. بالإضافة إنه الأشعة اللي بياخدها المرضى بعد هاي العمليات لها تأثيرات جانبية على سلامة العظم الفك الموجود والأسنان الموجود وصحة الفم بالتأكيد. فهي عمليات حذرة. طب دكتور بدي أرجع شوي لعمليات الفكين، التقصير والتطويل وإلى ما ذلك. بصراحة لابد من نصائح ما بعد العملية، لأنك أشرت في البداية لأنها صعبة على الطبيب بحد ذاته وصعبة على المريض. الصعوبة على المريض وين؟ هي الالتزام بالتعليمات، الحفاظ على نظافة الفم، هذا اللي هي الاشي الاساسي. نعم. باي مش بس عمليات التجميل، عملية اي عملية بالفكين او علاج بالفكين، نظافة هي الشيء الاساسي. مرضى بيستصعبوا ينظفوا لانه الجرح بيكون شوي كبير داخل الفم. طبعا هي كلها جروح داخلية ولا جرح خارجي. يعني تتم العملية بالكامل من خلال داخل الفم، المريض ما بتشوف عليه أي أثر، لكن التورم اللي يصير بعد العملية
وارد هاي طبيعي. أسبوعين إلى ثلاثة، صعوبة فتح الفم، صعوبة في البلع 4-5 أيام، الرضة اللي بعد العملية، أحيانا نضطر نربط الأسنان ببعض 2-3 أسابيع بحيث نسيطر على الوضع العظم، نحافظ على الوضع اللي وصلنا له. هذا شوي بتغلب المريض بالأكل فيها، بيأكل كله أكل سوائل وبالمصاصة، لكن هذا مؤقت يعني 2-3 أسابيع وبرجع الإنسان لحياته الطبيعية بعدين، وبرجع يفتح فمه ويأكل بشكل طبيعي جدا. المرضى الكل اللي عملوا العمليات، هاي المرضى بعد العملية قديش بقول لك أنا تعبت أول 10 أيام لكن لو صح لي أعيدها بعيدها الوضع أفضل لإله. آه لأنه شعر بالفرق الكبير جدا، أو المريضة شعرت بالفرق الكبير جدا. إحنا لاحظنا إنه المريضات بالذات أول شغلة بيعملوها بس يتحسنوا بغيروا تسريحة الشعر حتى تصير تسريحة ملائمة للشكل الجديد. الابتسامة بالصور تاعتهم قبل وبعد مختلفة، فرق كبير جدا. بتأكد إنه هذا المريضة كانت صارت سعيدة جدا عن قبل العملية. في الغرب عملوا دراسات إنه مستواهم الوظيفي تحسن كمان لأنه الشكل بيلعب دور جدا في القبول، خاصة في بجوز في بلاد برا أكثر من عنا كمان. فالفائدة اللي جنوها من إشي زي هيك تعادل أضعاف أضعاف اللي تعب تعبوا لفترة مؤقتة لوصلوا لهذه النتيجة. فالنفسيات تحسنت كتير، الأداء تحسنت كتير، حتى في ناس حكوا أنه علاقتهم الزوجية تحسنت كمان بعد عمليات زي هيك. فيعني إلها فوائد يعني مهمة جدا وينصح فيها. أيضا عمل الفك تحسن يعني حتى عملية الهضم عندهم تحسن كأداء وظيفي. آه جميل جدا. يا ساري نفس عمل عملية لا أنت مش بحاجة طب لروحك مش بحاجة. طب دكتور نروح للطعوم العظمية بلمحة بسيطة وسريعة، ما هيتها وشو الاستفادة منها؟ يعني أنا بعرف أنه موضوع زراعة الأسنان أصبح شيء منتشر في طب الأسنان بفلسطين، وهذا شيء جيد ويمارس بشكل ممتاز من قبل العديد من أطباء الأسنان ببلادنا، وفي طول كرم بالذات صار مجموعة ممتازة جدا وإحنا فخورين فيهم بالتأكيد. بعد قلع الأسنان بصير ضمور بالعظم لأنه العظم يعني هو مصمم لحمل السن، لما يروح السن يفقد العظم هذا وظيفته فبالتالي يضمر. حتى تكون الزرعة ناجحة لازم يكون حجم معين للعظم. إذا مضى فترة طويلة جدا على الخلع العظم بضمر بصير زي 1 أو 2 ملي سمكه، هذا لا يصلح لزراعة الأسنان. الشغلة تانية ممكن يكون أثناء القلع كان في التهابات وأشياء زي هيك فبيكون العظم أصلا دايب، أو إذا صار حوادث بيطلع السن والعظم معه. هلا هدول المرضى بيجوا بدهم يحسنوا الأكل، بحسنوا المنظر، بتفاجئ انه ما في عظم كفاية والطبيب بتفاجئ انه ما في عظم كفاية. هلأ هذا العظم يتم تعويضه ويتم ترميم الفك بعدة طرق، منها في نوع طعوم عظمية صناعية بتيجي على شكل بودرة، يعني هذه إلها limitations، إلها يعني استخداماتها الخاصة. ممكن ناخد من عظم الفك ناخد من الخلف ونزرع في الأمام أو ناخد من تحت ونطلع فوق أو ناخد فوق ونطلع تحت بحيث نعوض هذا العظم المفقود. طبعا هذا بيعتمد على كمية العظم اللي احنا بحاجة لها، ان ناخد من الفك يعني لها مسافات ضيقة. الاشي الكويس اللي عم بيصير انه بيجي عظم طبيعي مأخود اما من حيوانات او من انسان معالج ومعقم وما له اي مضاعفات وعندنا كميات كبيرة منه فيتم اجراء الزراعة في المناطق اللي احنا بدنا، ممكن تزرع الفك كله فيها من اول لاخر، وعملنا وعمليات ناجحة جدا. فبعد 4 أشهر عظم هذا بيلتئم وبصير جزء من عظم الفك وبقدر الإنسان يعمل الزراعة اللي هو بحاجة إلها. أحياناً بالفك السفلي بيكون العصب اللي بعطي الإحساس للشفة قريب 4 ملي بعيد عن سطح العظم، هذا لا يكفي لإجراء زراعة. فأيضاً نزرع عظم عشان نزيد المسافة هاي ونحط الزرعة المطلوبة. بالفك العلوي في عنا الجيب الأنفي بيكون أحياناً 1 ملي فبنرفع على 6-8 ملي عن طريق عملية بنسميها رفع الجيب، نرفع منزيح الجيب للأعلى وبنحط الزرعة. ومثل هذه الحلول بالتأكيد يعني بتوفر الجهد على المريض، وكذلك أيضا بتطرح حلول طبية كانت الطبيب أيضا غير موجودة يعني كانت على الأقل. فبالتالي علم واستفادة، ورح يكون لنا يعني فرصة لاستثمار واستغلال إنجاز التعبير الدكتور رائد الجلاد فيه.
حلقات قادمة إن شاء الله عبر الحزم البرامجية المختلفة لبرنامج برامج تلفزيون الفجر الجديد. ونشكر تواجده لأنه في التزامات أخرى اليوم في مدينة الكرم بعض الضربات. يعطيك العافية دكتور. شكرا جزيلا أخ خالد. شكرا لكم. الله يسعدك يا رب. أكيد إحنا مشاهدينا الأعزاء مكملين من خلال فقراتنا.